قرار جديد، الجزائر تنقل طائرات روسية إلى تندوف، والسبب عجيب. ذكرت صحيفة الأسبوع أن الجيش الجزائري يمهد الطريق لطائرات روسية نحو تندوف، وأكدت أن الهدف من وجود مهندسين روس وجزائريين بمدينة تندوف هو وضع بنية تحتية ملائمة لاستقبال المقاتلات الروسية الصنع والقدرة على استيعابها وتشغيلها، بحسب ما نشرته جريدة الأسبوع الصحفية. كما أن الأعمال والزيارات بدأت منذ مدة، إذ تم تقوية المدرج الثاني للمطار وإعادة المدرج الأول للاشتغال، وتوسيع المطار العسكري بتندوف ليكون أكبر مطار للقوات الجوية بالجمهورية الجزائرية. واعتبرت الأسبوعية أن التجهيزات التي تقوم بها الجزائر لها علاقة ببدء المغرب أشغال تشييد تكنة عسكرية بمنطقة جرادة شرق المملكة المغربية والإنزال العسكري للقوات الموريتانية. وتؤشر المستجدات التي تنهجها الجزائر إلى استعدادها المستمر لأي تطور عسكري محتمل مع المغرب. وتشهد المنطقة المغربية في السنوات الأخيرة عدة تغيرات على المستويين السياسي والأمنية، حيث أصبحت المنطقة وجهة مهمة لصادرات الأسلحة التقليدية والمتطورة، إذ كشفت تقارير دولية أن الجزائر والمغرب هما المستوردان الرئيسيان للأسلحة في المنطقة وفي كل القارة الأفريقية. نشكركم على حسن المتابعة.